السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. مرحبا بالناس الجداد والقدام، شكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم. والله صراحه عجبني يعني الانضمام ديالكم لهذه القناه وعجبكم هذا المحتوى. كنتمنى تدعمونا اكثر واكثر باش يستمر ان شاء الله هذا المحتوى. المهم الفيديو ديال اليوم تتم الفيديو السابق. هنا مشينا لواحد الاقامه سميتها لي بيرل دو كاليفورنيا، صراحه زوينه. انا كما قلت لكم الاقامه اللي كتعجبني كتجذبني ليها الخضوره كنمشي نصورها. هادو كاينين في كاليفورنيا، غنبدأ لكم بالتيموان ان شاء الله، عاد نخرجوا على برا باش تشوفوا برا كيفاش داير. المهم هذا التيموان ديالهم، 3 شومبر وصالون. سمحوا لي الناس، كانوا اغلبيه لي كومونتير قالوا لي صوري لنا ديال 60 متر و 70 متر. حاطه لكم فيديوهات بهذا يعني بهذا المتطلبات. بغيت غير نكمل هذا يعني هذا السيري. هادو دائما فيديوهات متسلسله، كنصور واحد مورا واحد. ملي غنكملهم ان شاء الله غادي نرجع طبيعه الحال للاقامات ديال الدراوش، الاقامات ديالنا يعني كيكونوا في في المتناول ديال كل شيء. المهم هذه شقة ديال ثلاثة الغرف وصالون. السعر كانوا الناس كيقولوا لي ما كتقوليش السعر، راه كنقولوا غير الفيديو اللي فات كتبته، ما قلتوش. كنت كنقول دابا غنقولوا صافي حتى ساليت الفيديو. المهم كتبوا اللي كتبته في الاخير. الثمن ديال الفيديو الاخير 17500، هذا حتى هو كابتداء ابتداء، انا كنقول لكم ابتداء من 17500، لانه على حساب لافي كتكون لافي اللي ناقصه في الثمن وكاين في اللي زايده في الثمن. المهم هانتوما شوفوا الاطلاله كي دايره. طليت هنا من البالكون الخضوره الكالم، ما كاينش صداع بزاف، اي واحد كيبغي يهرب الكالم. هانتوما شوفوا الصالون، هنا دايرين فراش عادي، ما كاينش قوه الزواق قوه الديكورات باش كتبان لكم، يعني كل واحد كيفاش كيفرجها باش تبان لكم. ملي كتفرش خاوي كيفاش كتبان، وملي كيعمروها كيفاش كتبان. ها انتم هذا الصالون، احسن تفريشه الصالون هو الصالون البلدي، واخا ما عتاش يكون ملي كيتفرش الصالون البلدي كيعطي واحد المنظر زوين، حيد عليا من الفوتويات ومن التخربيق. صالون بلدي. هنا كاين الدوش ديال الضياف، كيكون دائما قريب من الصالون. كاينه هذه الشومبر ديال الوليدات، يعني راه مفينيا بالصباغه بالبلاكارات، اي حاجه كتحتاجوها راه كاينه. بطبيعه الحال الواحد الا شاف تيموا وخذا، ديما انا كنقولها وخذا لابارتمون ديالو، خص اي حاجه شافها في التيموا يلقاها في لابارتمون، حيت اغلبيه ديال الناس اللي ما عندهمش الضمير كيديروا لك تيموا، ملي كتدخل للدار كتلقاها شكل اخر ما عندو حتى علاقه بالتيموا. انا حمقاتني غير الاطلاله. شوفوا العود كي داير، البيبان كي دايرين. هذه الشومبر تانية بالدريسينغ بالدوش ديالها، داكشي خفيف سامبل. تا هي كتشوف نفس الإطلالة، عندها نفس لافيو. اللي بغى ياخذ ديكورات كيفاش يفرش الدار بطبيعة الحال هذا هدف المتناول، يعني ملي كتدخل للتيموا كيعجبك الفراش ديالها كتبغي دير بحالو. زيانة هذه فكرة، انا كيعجبني نشوف الافكار ديال الفراش، شنو اللي جديد شنو اللي كيبقى دائما ما كيتبدلش. هذا الدوش ديال بيت النعاس، شوفوا كي داير. هاد البلاصه دايرين فيها سالامونجي،
المهم هادي تيموان ديالنا، غادي نخرج نوريكم برا كيفاش داير. انا اهم حاجه عندي هي لي موبل فين كاين، وعلاش كيطلوا الشراجم، وعلاش كيطلوا البيبان. ضروري ما تكون شي حاجه زوينه، ما كتكونش حاجه زوينه يعني كتجذب الواحد ملي كيدخل. هانتوما شوفوا كي دايره. حاولت هاد الفيديو ما نطولوش ليكم باش يكون تتمه الفيديو الاخر، باش ان شاء الله نمشي ليكم بلايص اخرين اللي في المتناول اللي يقدر عليهم اي واحد. المهم هادو لي بيرل كاليفورنيا كيبداو من 17500 وانت طالع، على حساب لافي. طب الحال انا قلت لكم ما كنسولش على السانديك، الباركينغ راه كاين. المهم اللي عجبو يمشي لهذوك المناطق ديال كاليفورنيا، العمارات جداد اللي شادين على ولاد حدو، وانتم نازلين اتجاه كاليفورنيا هادو كاملين بني جديد. تقريبا فيهم نفس لافينيسيون، نفس الدخله، نفس الاطلاله، فيهم نفس الديكورات كاملين. كنتمنى هاد الفيديو اللي كنحط لكم يكون عجبكم، وتبارطاجيو مع الاصدقاء، وتدعموا القناه بالاشتراك والاعجاب وتعليق زوينه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد باذن الله.